السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أيضا فيديو قصير. بعد ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة How to creating within the geometric data river أو الريج، اليوم راح نتعلم شلون نغير الخواص مالته، يعني ممكن سمك الخط غير هاي الأمور. فشن تسوي بعد ما رسم الخط المناسب؟ ينطيك الأوبشن الاتجاه من نائلة، تجي على خيار ثاني بعد ما تضغط على النهر تلقائيا، هذا هو تسلك باللون هذا. اذا تقول له ريفيرس ريفر تكست، يعني اذا اقلب لياها فراح هنا تصير الكتابه من اسفل النهر، يعني من اسفل رسم الخط تكون مقلوبه. لكن اذا تريدها انه تكون من يعني غير مقلوبه، مجرد ما تضغط تقول له ريفيرس اعكس لياها الريفر تكست، راح تكون من الاعلى. لاحظ هنا تتحول من الاعلى، هاي اوبشن. اكو بعض الاشياء انا دا اوضحها بفيديوهات حتى لو بسيطه، ممكن يطول الفيديو 3 دقائق 4 دقائق، اوكي. يعني المهم ان احنا نتعلم البرنامج بكامل تفاصيله. هسه نروح نريد نغير مثلا سمك النهر، نريد نخليه اكثف او نقلله او نختار لون اخر مغاير، فنروح على اوبشن، على عفوا اديت، من اديت نروح على الخيار الاخير لاينز، الخطوط انسمبل والرموز. نجي هنا الكرنت بوليت اللي بدنا نرسمها احنا حاليا بالنسبه لللاين، اللاين الريفر سكتش اذا كان عندي اريد ارسم سكيم للريفر، واذا كفوتو شلون تاخذ، واذا السكتش للال كاكس اس، اذا كان منع من انتربوليشن باي لون. اذا هاي راح نجي نغيرنا على وحده وحده. هسه اليوم اللي يهمنا شنو اني؟ الريفر سكتش، انه رسم النهر، الرسم التخطيطي للنهر. بيا لون ظهر لي هنا تجي اللاينز، هاي الخواص مالته. شنو نوعه؟ التايب يكون بهذا الشكل، خط متصل، خط منقط يعني متدرج، خط منقط قصير، خط احنا نسميه هيدن لاين اللي هو خط قصير وخط صغير، بها يعني الخواص الخطوط اللي ماخذيها مسبقا بماده الرسم الهندسي. فانت على هذا الاساس، طيب دكتوره انا اي نوع اختار؟ على حسب نوع الخط. اذا رئيسي النهر الرئيسي يكون خط متصل، اذا كان نهر فرعي ظاهر من النهر الرئيسي يكون خط منقط. اذا لا، يعني كل شيء له اوبشن خاص، المفروض انه انت تعرف هاي الاوبشنات. تمام عيني. هسه احنا نهرنا رئيسي، نجي بعد ما اختارين نختار الكلر اللي راح نمثل به النهر، ممكن نختاره مثلا باللون الاخضر، اي لون عندك، هاي الاوبشنات متوفره امامك بالكامل. تمام، تختار لون النهر اللي انت راح تمثل به، هاي الموضوع ضروري. نجي نختار الويدث، الويدث ايش قد بالبكسل من هذا القيم؟ عندك 0.5، عندك 1 يعني 0.5 2، بهذه الاوبشنات تختار انت الخيار اللي يناسبك. تمام، بهذا الخيار انت تقدر تحدد نوع الريفر اللي انت راح احنا نسميه ترسمه او تحدده. هسه هنا طيب نجي نحدد بعض الاوبشنات، فيو اوبشن. تمام، هاي تقدر تسوي زوم للرسم، تقربه على منطقه معينه، زوم اوت. هسه نجي هنا فيو اوبشن، الاوبشن الجيومتريك بلوت اوبشن راح بالكروس سكشن تبين مثلا البنج ستيشن، يبين لك اذا ضروري تروح لها. خاف اكو نقطه ما محدده مثلا، هاي الاوبستراكشن ما محدده، حددها. تمام، حدد كل الخيارات اذا انت تحتاجها، تريد تحتاج بالنسبه للستورج اريا او تو دو فلو اريا، تريد بس الفول ان ستورج اريا، لو تريد البوينت ايضا، لو تريد كذلك البوينت والنمبر، اذا تريدهن ككل يظهرن فتحددهن منها. تمام، الهايلايت، الهايت لايت اكتف نود لون ادجست. تمام عيني، منها تحددهن. نجي هنا تكست، تريد الايفر ار ريج يظهر اسمه كتكست، هسه النصوص هذا نعم الريفر، اذا اقول له لا تظهر للريفر اند ريج، لاحظ اختفى. تمام، هاي الاوبشنز، هاي ضروري ايضا تحددها من البدايه حتى تتابع او تتبع رسمك. الريزلت، تريد الاكس اس ستيج مثلا تبينها، الاكس اس فلو. تمام، من هذا تقدر تحدد هاي الامور انه هنا تتحكم بها. لاحظ هسه النهر تغير السمك وتغير اللون الخاص به. تمام، كل هاي الخيارات انت تقدر تتحكم بيها عن طريق الاوبشن اللي هو اديت، اديت لاين اند سمبل، تحدده وتختار اللاين. السمبل هسه راح ناخذه بالمحاضره القادمه ان شاء الله، اللي هي خاصه بالجكشن بوينت، وبعض النقاط اللي تمثيلها يكون عباره عن بوينت، فهنا راح تنملي ضمن السامبل. تمام، ضمن السامبل. نجي هنا الى الخيار الفول باترن اللي هو طريقه الملئ، مثلا هذا هنا هذا الجزء احنا اختارينا مثلا كلر كذا لون. تمام، لكن مثلا طريقه الملئ تكون بالكامل هي ضمن احنا نسميه اللون، يعني تكون بالكامل مملوءه بهذا الشكل، تكون مهشره. لاحظ بهذه الخيارات، فانت على هذا الاساس تختار انه انت
كقيمة، وكذلك تقدر تختار التكست الخاص بهذا الموضوع. تمام، إن شاء الله محاضرتنا لهذا اليوم تكون واضحة، اللي هي إدت الجيومتري أو إدت البروبرتيز، الخواص أو الكاركتر اللي خاصة بالريفر أو الريتش، شلون عدلناها من خيار أوبشن اللي هو ضمن الجيومتريك داتا. المحاضرات راح تتسلسل بهذا الشكل، ممكن أكو بعض المحاضرات راح تكون بسيطة أو قصيرة، لكن إنه إحنا نحاول قدر الإمكان نحاول نسويها بشكل تسلسلي حتى أنت تكون واضحة أمامك وظاهرة أيضا، ونعرف إنه شلون نتصرف وياها ونخرجها بهذا المقدار أو بهذا الشكل. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار دون راسلنا على القناة، نلتقي بكم إن شاء الله بفيديو آخر.